تحت عيون الاستثمارات الوقفية من المردود الاجتماعي والضوابط الشرعية والقانونية، تناقض الندوة الدولية الثالثة لمجلة أوقاف الكويتية، والتي تهدف لسلط الضوء على إشكالية الاستثمارات الوقفية وطبيعتها الفقهية والقانونية. هذه الندوة تأتي في سياق ندوات مجلة أوقاف التي تشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف، وتعنى في الحقيقة بموضوع مهم جدا، وهو موضوع استثمار الأوقاف في العالم الإسلامي من الناحية النظرية والعملية، دراسة الضوابط الشرعية، دراسة الاتجاهات الاقتصادية، ولكن أهم من كل ذلك أنها نستعرض في الندوة تجارب العملية لاستثمار الأوقاف في العالم الإسلامي، كيف يمكن أن نفعل هذه التجارب وكيف يمكن أن نطورها حتى تخدم مجالات الأوقاف وحتى ترفع من رعي الأوقاف حتى يلبي احتياجات الناس. تغير موقع الدولة من العناية بهذه المرافق، فأصبحت شريكة للوقف في هذه المرافق، ولذلك من ضروري للوقف أن يطور أساليبه وأن يطور أفكاره وأن يطور إدارته لهذه المرافق لكي يستطيع أن يساير الأساليب الحديثة، لكي يستطيع أن ينتج وأن يؤدي وظيفته التي أسس من أجلها. محاور عديدة وضعت على طاولة النقاش، وأهمها الضوابط الشرعية والضمانات القانونية لاستثمار الأوقاف ومحدداته الاقتصادية، ودور المؤسسات المالية في تثمين الأوقاف، ما استعراض النماذج المعاصرة في المجال. موضوع اليوم فهو حلقة من حلقات التواصل العلمي والنظرة الجادة للوقف والتركيز على الاحتياجات البحثية العلمية للأوقاف بما فيها الإثراء للوقف. وقد تجاوزنا الطرق التقليدية للصور التقليدية على جلالة قدرها كالمساجد ورعاية اليتيم والفقير والإطعام والسقية، إلا أننا سننتقل بهذه المحاضرات إلى التفعيل العملي وما نسميها المعاصرة في تطبيقات الوقف، حتى فعلا نطبق الأصول القديمة على التطبيقات الحديثة المعاصرة. وتتميز الندوة الدولية الثالثة لمجلة أوقاف بعرض مجموعة من التجارب العملية الغربية والإسلامية للاستثمارات الوقفية نتيجة تقريب الجوانب النظرية والعملية حول الاستثمارات الوقفية.